يمكن أن نعتبرها بأنها من الفرص التاريخية، لأنه هذا الحزب هو حزب فرنسي أصلاً ومنشأ وإلى غير ذلك، وتيار الخضر عموماً أو حزب الخضر عموماً على طول أوروبا يبدو على أنه في كثير من البلدان العالم الأوروبي بدأ ينتعش بشكل أو بآخر. فهي معركة انتخابية ومعركة سياسية بالدرجة الأولى، والمسلمون لا بد أن يثبتوا وجودهم، ولذلك إثبات هذا الوجود معناه أنه ينبغي لهم أن يكون هنالك عمل كبير مع هذا الحزب وعمل جاد مع هذا الحزب حتى يستطيعوا أن يشكلوا ورقة ضغط كبيرة على الحكومة الفرنسية وعلى السياسة الفرنسية وعلى الاستراتيجية الفرنسية، على الأقل يعني في الحاضر وفي المستقبل، أن يكون لك حلف أو حليف سياسي فرنسي يعلن بهذا الوضوح عن تصوراته وعن مبادئه وعن تضامنه مع المسلمين، أن يصبح لك هذا يعني هذا الحليف، فإذا ينبغي أن تشتغل مع هذا الحليف وأن تقوم بدورك مع هذا الحليف حتى تستطيع أن تشكل في المستقبل قوة ضاغطة بما تحمله الكلمة من معنى. التخوف هو أن يذهب المسلمون في اتجاه آخر، وأن نضيع على أنفسنا فرصة يعني صناعة حليف وبناء خيوط وجسور مع حليف يمكن لنا أن نطور معه الكثير من الأعمال في الحاضر والمستقبل.